صباح الخير عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده عندنا جولة حلوة جدا، رحنا الوكالة يوم الجمعة. بصراحة انا رحت الجمعة ورحت الحد، ولكن انا ما نزلتش فيديوهات لحد دلوقتي. هقول لكم ليه. يوم الجمعة لما رحت هتلاقوا حتى الجولة دي قصيرة، مش زي ما احنا متعودين بتعدي النص ساعة، لا الجولة قصيرة عن كل مرة، لان اول ما رحنا يوم الجمعة والناس الكتيرة اللي راحت، السوق كان زحمة جدا جدا في الاول، لكن البلدية جت، ومش كمان جوه، لا من اول احنا رحنا بالمترو الاول، ده الكوبري اللي بنبقى نصور تحته كل مرة في سوق الجمعة، لقيت لك البلدية جت وخدت كل الاستندات اللي بره دي. بالمناسبة الاستندات دي كان سعرها حلو جدا، استند الجواكت الاطفال ده كان ب 30 جنيه، كان سعرهم حلو جدا، وكان فيهم صيف رخيص جدا ب 10 وب 15 وب 20 وب 30، وكان فيه للامانه حاجات كويسه، ولكن للاسف البلديه جت وخدت كل الاستندات دي وبهدلت الدنيا. ده قميص جينز كده سن محير ب 35 جنيه، كان فيه شورتات وبناطيل، وكان فيه حاجات حلوه قوي وبراندات حلوه جدا، وماكس القميص الماكس ده تحفه تحفه، وريد تاج وحاجات كتير، واتش ام. بس للاسف زي ما قلت لكم البلديه جت وخدت كل الاستندات دي، والدنيا كانت وحشه جدا، وكان فيها بهدله وهرجله كتير جدا. بس انا برضو اللي صورته هوريه لكم. في ناس كتير بتقول لي احنا بنروح وما بنلاقيش حاجات حلوه. هي الوكاله كده، مره تروحي تلاقي حاجات كلها حلوه، ومره تروحي تلاقي السوق مش قد كده، مره تروحي تلاقي البلديه مبهدله الدنيا. فالسوق ده بيبقى حظ زي حاجات كتيره في الدنيا دي، يعني انت ونصيبك. فاللي بيروح ما بيلاقيش حاجات حلوه، انا ماليش اي ذنب في الموضوع، انا بروح زيكم وانا وحظي. اليوم ده مثلا انا اتبهدلت فيه جدا على الفاضي، وزي ما انتم شايفين كده الاستندات اللي كان عليها لبس حلو كلها اتاخدت، والحكومه جت وفضت تحت الكوبري ده نهائي، ما سابتش غير الصف اللي الناحيه دي خالص اللي في وش مستشفى الجلاء. كل الاستندات اللي اتاخدت، واللي اتبقى مشيوا، هربوا خالص، سابوا المكان وما فرشوش الجمعة اللي فاتت خالص، تمام؟ عشان تبقوا انتوا برضو عارفين. انا مش عايزة حد يبقى مثلا زعلان ويقول لي احنا بنروح ما بنلاقيش الحاجات اللي انتي بتصوريها. طب انا هكون جايباها منين؟ ما انا رحت ولقيتها وصورتها، يعني انا اوريدي جايباها منين؟ من الوكالة، ومصورها في قلب الوكالة قدامكم، وبوريكم الاماكن وبوريكم الاستاندات، تمام؟ فزي ما قلت لكم النهارده مثلا انا ما وريتكيش ولا حاجه جديده ولا حاجه بالتيكت زي مثلا الجمعه اللي فاتت، وريتك برضو اللي موجود، يعني انا بعكس لك الصوره اللي موجوده، سواء في حاجات جديده وبالتيكت، سواء في حاجات نص كم، في حاجات مش قد كده، في حاجات حلوه، في هرجله، في السوق فارش، السوق مش فارش، انا كل ده بعرضه لك زي ما هو. المرة دي كان في الاول حاجات حلوة بس اتشالت. دخلنا كده شوية قدام شركة الكهرباء، قابلت شوية حاجات وريتها لكم برضو من اللي عرفت اوريه لكم، لكن الاسعار كانت رخيصة جدا بامانة، صيفي وشتوي. ده فرش شنط، وزي ما انتم شايفين كده شنط كلها كروسات صغيرة، اي شنطة على الفرش ده بجميع الاشكال والالوان ب 35 جنيه، دايما بيبقى موجود في وش شركة الكهرباء، احنا في الحتة الواسعة اللي قدام شركة الكهرباء. انا الفيديو ده مش عاملاه لاي حاجه غير ان انتوا تبقوا فاهمين، يعني انا جالي كام كومنت في الاخر كده ان احنا رحنا وما بنلاقيش حاجه حلوه. طيب ما يعني انا ماليش علاقه بده خالص، انا زيكم بالظبط، بنزل اصور اللي موجود، وببقى مبسوطه جدا لما بلاقي حاجات كويسه اوريها لكم، وده بتشوفوه في الفيديوهات، تمام؟ وبرضو لما ما بلاقيش حاجة الدنيا قدامكم، انا بصور لكم وبعكس لكم الصورة اللي موجودة، بس مش شرط ان انت اللي تشوفيه عندي في الفيديو هتروحي تلاقيه حتى لو رحت تاني يوم، استحالة. ده استند على عجل، بعيدا عن انه ممكن الحاجات دي تكون اتباعت لان دي لقط، تمام؟ مفيش حد هيسيب حاجة لقطة بالتيكت ب 50 جنيه وب 30 جنيه. ده استند على عجل، النهاردة هنا بكرة هناك، ملوش حتة ثابتة وملوش مكان ثابت، تمام؟ فمش عايزه الناس اللي بتروح وما بتلاقيش حاجه تعجبها تلوم عليا انا او تزعل مني انا، لان انا لا املك شيء هناك ولا ليا مثلا اي حاجه هناك، انا زيكم نازله السوق النهارده على الله زيكم، انت نازله ناويه تشتري وانا نازله ناويه اصور، ده الفرق اللي بيني وبينك.
انت بقى بس في حاجة تانية بتفرق بيني وبينك برضو للعلم، انا علشان خاطر انزل اصور والاقي حاجات حلوة اصورها واعمل اعمل لك جولة حلوة، بتعب جدا، بجيب السوق من اوله لاخره وبلف استندات كتير جدا عشان الاقي اللقطة اللي فيها طلعها لك ووريها لك، ان لا ما تعديش على الاستند مرور الكرام، استني ودوري وبصي. تمام، فهو ده الفرق. انت لو نزلتي حتى لو السوق وحش، والله بصي يعني مش معقول الوكالة بتتفق في يوم واحد انها تنزل حاجات كلها وحشة وبتتفق في يوم واحد انها تنزل حاجات كلها حلوة، ده مستحيل. اتعبي شوية هتلاقي، حتى لو السوق ظهر وحش، الاستندات كلها ظاهرها وحش، انت لو وقفتي على استند علمت قطعة اكيد هتطلعي قطعة تعجبك. تمام، انت يا رب يكون اللي انا اقصده واصلكو، يا رب تكونوا فاهمين انا اقصد ايه. ده الاول انا في محل براندات الاطفال كان حاطط 65 جنيه، وكان عنده سواريهات اطفال كتير جدا بالمناسبه، والحريمي كان حاطط 100 جنيه. تمام، فتعبي شويه، الوكاله متعبه جدا ومرهقه جدا، سواء في جوله التصوير او لو انت نازله تعملي منها شوبينج وتشتري منها حاجات، لازم هتتعبي علشان تلاقي حاجات كويسه وباسعار كويسه. هي الاسعار اوريدي هتبقى كويسه ايا كان اللي هتجيبيه، فهو مش زي بره، مش زي بره علشان هو اوريدي يوزد مستعمل، وفي نفس الوقت مش زي بره في السعر، فهي حاجه بتشيل حاجه. انا بروح اشتري حاجه براند وجاي من بره وحالتها كويسه، بس انا بس بشتريها بسعر ما يناسب المكان اللي هي فيه، ان هي هنا محطوطه علشان هي هنا باله، فسعرها قليل بالنسبه لجودتها وخامتها، بس اتعب شويه عشان الاقيها. الجامب سوت دي تحفه، خامتها فيسكوز وفيها دانتيل كده من فوق، 65 جنيه. الفساتين دي برضو حلوه جدا بصراحه، كان في شويه حاجات حلوه جدا 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 عند براندات محيرات. المحيرات عنده اللي هو مثلا من 12 13 14، حاجات حلوه جدا، حاجات صيفي بقى لطيفه جدا، والناس خدت سواريهات بالهبل، والسواريهات ب 65 جنيه، ده مش تمن الفستان ب 400 جنيه وب 500 جنيه مش نفس الكواليتي دي خالص. تمام، وانا الحلو اللي بيعجبني بقول عليه، والوحش اللي ما بيعجبنيش بقول عليه. انا السوق ده ما عجبنيش بالمره، يعني الجمعه اللي قبله اكيد كلكم شفتوها، واللي ما شافهاش يروح يشوفها. جمعه او سوق كان وهمي خيالي، كل حاجه كنت بقابلها بالتيكت، وسعر زهيد، يعني حاجات تنفع للبس العيد جدا وحاجات سعرها حلو جدا. بس الجمعه دي سبحان الله هي كده الدنيا كانت مهرجله، والبلديه بهدلت البياعين وبهدلت اللي بيشتروا، وكان حاجه يعني بصراحه وحشه جدا وقفلتني. وزي ما انتم شايفين اصلا جولتي قصيره جدا، لاني ما كنتش انا كنت عايزه اروح خلاص. انا اصلا اتضايقت جدا من اللي حصل مع الناس، والشباب كانوا بيجروا ورا يعني البلد، اقول لهم طب سيبوا لي، خدتوا ده سيبوا لي ده، يعني خدوا من واحد شغله كله، فكان عايز استند واحد بس يبيعه ويشتغل، علشان خاطر الناس كانت واقفه في ايديها الحاجات وهم خدوا الاستند وجريوا، فما بقاش عارف ياخد فلوسه من الناس ولا يروح يجيبوا الاستند بتاعه من البلديه. فكان بصراحه حاجه مؤذيه جدا ومش كويسه خالص خالص. السوق في بدايته زي ما قلت لكم كان حلو جدا، الاستندات كانت كتيرة بالهبل، صيفي وشتوي، 35 جنيه و30 جنيه و25، صيفي طويل وواسع. بس زي ما قلت لكم دي بتبقى صدف وحظوظ. استند الجواكت اللي فات ده ب 40 جنيه تقريبا، وبرده البرانس الناس اللي بتدور عليها وال ب 100 جنيه اللي هم الارواب الفرو يعني. بس يعني انا كنت عايزه اوصل لكم الكلمتين دول، ويا رب اكون بس قدرت افهمكم وجهه نظري في ان انا مش عايزه حد يعتب عليا ولا يلوم عليا لو راح والسوق ما عجبوش. اصل انا مش بعمل لهم دعايه، ولا برضو انا مثلا بقول لك ان الحاجه دي بتاعه الاسبوع الجاي روحي هتلاقيها فتروحي ما تلاقيهاش، لا خالص. انا بصور لك اللي شفته النهارده عشان هتروحي مش هتلاقيه بكره، فما تاخديش ابدا الفكره ان انا بصور لك اللي موجود النهارده ان انت هتروحي تلاقيه بكره، لا. تمام، لان انا بصور يوم بيوم، ما بروحش اصور في محل اللي هيعرضه السوق الجاي مثلا، فانت لما تروحي وما تلاقيش الحاجات اللي انا قلت لك هتلاقيها السوق الجاي ليكي حق تزعلي.
لكن اللي ملكيش حق ابدا فيه وانك تزعلي مني او تلومي عليا او تشوفي ان الجوله ديت بتجيبي الحاجات دي منين او كده، لان انا بظهر لك اللي موجود النهارده اللي يستحيل هتروحي تلاقيه بكره. تمام؟ انت هتروحي تلاقي بكره بتاع بكره، حاجه بكره اللي لسه محدش بقى خد منها وفي مكان جديد، لا، لكن بتاع النهارده ده مستحيل تروحي تلاقيه لان غيرك اشتراه، لان البياع نفسه غير مكانه، الاستاند اللي ابو عجل ده راكن النهارده هنا بكره راكن في حته تانيه، واقف هنا بكره واقف في حته تانيه. صحيح في ناس ليها مكان ثابت زي الناس اللي قاعده عند شركه الكهرباء، دول البياعين دول كل مره هم بشوفهم بتوع سوق الجمعه برضو زي كريم ومحمود واسلام، الناس اللي صورنا عندهم قبل كده، كل واحد ليه مكان ثابت ما بيغيروش. لكن في استندات كتيره جدا بتبقى متحركه، في استندات كتيره جدا بقابلها يوم الاحد ما بقابلهاش تاني. تمام؟ في ناس يوم الجمعه بتفرش ما بتبقاش موجوده بقيه الاسبوع زي محمود وغيره، ما بيبقوش موجودين بقيه الاسبوع، هو بيفرش يوم الجمعه بس. وزي ما قلت لكم قبل كده البلديه بيبقى ليها عامل كبير جدا في سوق الوكاله، عامل كبير جدا بالذات ايام الجمعه والحد، بيبقوا عارفين ان ده سوق والناس بتبقى متجمعه، فبيحاولوا ان هم يفضوا الاجتماعات دي. قبل ما اكمل كلامي، الست دي قاعده قدام زاكي السماك، كان معاها شويه فساتين سواري كده، الفستان ب 350، فساتينها كانت ما فيهاش اي ديفو زي ما انتم شايفين وحلوه جدا. الاستاندات بتاعه اللبس دي برده كان عليها بسعر 45 جنيه، الشميز الجينز ده كان حلو جدا برضو. ده الستاند بتاع الترنجات اللي انتوا سألتوني عليه المرة اللي فاتت اللي ب 35 جنيه، بس المرة دي المقاسات كلها زي ما انتوا شايفين، الاسود مثلا ما فيهوش منه مقاس كبير، مقاسات يعني متاخدة بس كان فيه كميات برضو. والترنج على بعضه الشروال بالتيشيرت كان ب 35 جنيه، ده تحت الكوبري بعد ما بتعدي زاكي السماك وبتعدي صيدلية ابو العيلة كمان. الستاند ده بصراحة كان عظيم جدا، ده كان عليه حاجات شتوي حلوة جدا كلها شيلان جميع الألوان والموديلات ب 35 جنيه، بس بصراحة الكشمير ده قمر تحفة. وبقى كان الأسود ده منه أشكال وألوان وكان فيه مبيتي وبيج وبني وكتير جدا جدا، وبصراحة موديلاتهم حلوة وتقال جدا وب 35 جنيه بس. فيعني بصراحة زي ما قلتلك عايزة تروحي الوكالة وتشتري حاجات كويسة، يا ريت تتعبي شوية هتلاقي اللي يعجبك. يعني تحاولي تدوري، ما تاخديش بالظاهر بتاع الاستندات، ما تبصيش على الاستند من برة علشان مثلا عليه مثلا شوية حاجات مش عجباكي معنى كده ان كل الاستند وحش، لا، مدي ايدك في الاستند وفي الريم مش هتخسري حاجة، هتلاقي حاجة تعجبك. وساعتها لما تلاقي كذا حاجة عجبتك هتقولي لا ده السوق كان حلو وفعلا الفيديوهات فعلا زي ما بنروح. لكن انا فعلا علشان خاطر اطلع لك حاجات اصورها بتعب جدا، بلف الوكاله من اولها لاخرها علشان خاطر اطلع لك فيديو نص ساعه، انت مش متخيله ان الجوله بتاعتي بتبقى عباره عن 5 6 ساعات. يعني بطلع ببدا مثلا جولتي من 8 الصبح، ارجع بيتنا الساعه 3 العصر عشان اطلع لك فيديو نص ساعه. فانت لو رايحه تشتري خدي الوقت اللي انا بروحه ده، روحي كده من 8 الصبح وارجعي بيتك 3 العصر، شوفي هترجعي بحاجه ولا لا. اكيد يعني هترجعي بحاجه لما تلفي من الساعه 8 لحد الساعه 3 العصر، شور ان انت اكيد هتلاقي حاجات في النص تعجبك. لكن لو رحتي ساعه ورجعتي اعرفي ان انت ما اديتيش الجوله حقها، وعشان كده انت ما لقيتيش حاجه عجبتك. تمام؟ عشان نبقى متفقين، لما انا عشان خاطر اطلع لك نص ساعه فيديو اعرض لك فيه حاجات موجوده في الوكاله، من 6 7 ساعات لف ولا من 5 6 ساعات لف، وانت تروحي مثلا تبقي عايزه تشتري حاجات بتبصي كده من بره وبتمر مرور الكرام، الحاجه مش هتنادي عليك دي لازم تفري كذا استند، زي الناس اللي انا بشوفها هناك بتروح وتشتري ومعاها شنط هاند باج، وناس كتيره جدا بتشتري حاجات كتير كتيره قوي. فيعني ده محل اسمه شعبان، برده محل لبس رجالي، هتلاقيه بعد براندات كده بشويه، عنده خصومات حلوه جدا على السويتشيرتات والجواكت وكمان شراويل، فبصراحه برده عجبني. اللي حابب يشتري منه السويتشيرتات دي في المحلات العاديه بعد الخصم بيقول لك ب 180 جنيه وب 200 جنيه بعد الخصم، فعشان كده هو حاجته حلوه جدا، السويتشيرت ب 75 جنيه بس. ده برده ستاند بنطلونات محيرات ب 35 جنيه، عليه موديلات حلوه جدا من يعني من ماركات عالمية معروفة، فبصراحة سعرهم حلو جدا بقى. انا بصي الستاند مليان بقى والوان وكل حاجة. ده ستاند ب 15 جنيه، عليه حاجات صيفي
زي ما انت شايفه كده، اسعارها حلوه جدا وموديلاتها برضو حلوه ومش متهالكه ولا فيها اي ديفو، من وسط حاجات مش حلوه عشان نبقى متفقين. ما انا لازم ادور فيها علشان خاطر اشوف فيها حلوه ولا لا. ده مثلا بنطلون ما فيهوش اي حاجه، كمان حواريكي ده بلورو ما فيهوش اي حاجه، حواريكي برضو فستان دلوقتي بصي ب15 جنيه. انا بجيب الحاجات دي منين؟ بدور وبلاقيها. ايا كان بقى عجباكي مش عجباكي، سواء هي عجباني وصورتها، انتي مش عجباكي بس هتلاقي حاجة تانية تعجبك. ده فرش ام كريم، بتقعد كل يوم ما عدا يوم الحد بتبقى قاعدة عند الكنيسة ورا البنك الاهلي في شارع المطبعة الاهلية، بس احنا صورنا عندها كذا مرة وانتوا عارفين حاجتها، عندها حاجات كتير، حاجتها كلها ما فيهاش اي حاجة يوز، كلها لسه جديدة من محلات عشان تبقوا عارفين. عندها كريم الاساس ب50، الروج ب20، باليتات الاشادو والروجوجول ب50. ده فرش قمر بصراحه ما شاء الله، قمر ربنا فتحها عليها زي ما انتم شايفين، عامله سوق وكان عليها زحام رهيب زي ما انتم شايفين، واسعارها برضو لسه في المتناول. عندها حاجات ب20 وب30 وب10 وب50، وعندها باكت كده مع بعضه لوشن للجسم ب60، وبادي سبراي برضو ب60، 6 أو 5 مع بعض الحقيقة مش فاكرة، بس هصورها لكم وهوريها لكم. ومعاها بادي سبلاش زي ما انتم شايفين، في حاجات ب35 وفي حاجات ب50. فرشها برضو حلو ومتنوع وما شاء الله اللهم بارك، كان عندها ناس كتيرة جدا 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 زي ما قلت لكم، كانت عاملة سوق معاها كل حاجة تخص الميك اب بجد. انا بس اتمنى يكون الكلمتين اللي انا قلتهم لكم في الفيديو فهمتوهم ووصلوكم، علشان خاطر الناس اللي بتبقى رايحة وزعلانة ما تبقاش زعلانة، هي رسالتي بسيطة جدا، اتعالي شوية هتلاقي حاجات كتير تعجبك، خدي وقتك. زي ما قلتلك انا جولتي بتبقى طويلة جدا وبتطلع حاجات بسيطة، علشان انا بطلع لك اللي عجبني الخلاصة، تمام. ده فرش محمد عربي، بيبقى قاعد قدام باب الوكالة دايما كل يوم ما عدا يوم الحد. معاه غسول بشرة فيتش الكبير ب120 والصغير ب80، معاه لاروش ب100، معاه كل شامبوهات اللي هي شامبوهات ارجان دي ب80 ب50 اسفه، بادي سبلاش عنده برضو ب50، عنده شامبو جي كي ب50، عنده بصوا كريمات برضو، ايوه ده انا قلت لكم عليه ان ده ب50، برضو الشامبوهات التانية دي ب50 والكريمات، يعني تقريبا خلى كل حاجة عنده ب50 ما عدا حاجات بسيطة جدا كانت ب70 و80 زي ما قلت لكم. ده فرش جنب فرش ام شروق على طول، معاها شنط، بس الشنط بتاعتها بصراحة حلوة جدا واسعارها رخيصة، يعني الشنطة اللي هي دي مثلا ب75 اللي هي نبيتي في بيج، والكشمير دي مثلا ب45، تمام ايوه دي 45، فهي اسعارها حلوه جدا، وعلى فكره شنطها حلوه بجد، فعلا شنطها حلوه وجلدها حلو ومش متهالكه خالص، ما يبانش يعني، انا ما اعرفش هي مستعمله ولا لا، بس هي ما يبانش عليها خالص، فعلا فعلا حاجتها حلوه جدا. بتقعد فين؟ بتقعد في وش جراج الوكاله على طول جنب فرش قمر على طول، قمر ما بتغيرش مكانها، فاللي عارفين فرش قمر اعرف فرشها. يا رب تكون الجوله عجبتكم، واتمنى اشوفكم في جوله جديده، ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه مع